انطلقت صبيحة اليوم بملعب الخامس جويليا الأولمبي عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة الودية للمنتخب الوطني أمام نظيره البنيني. العملية عرفت توافدا محتشما للجماهير الجزائرية بما أنها ستتواصل على مدار 3 أيام. فيما يخص فريق الوطني، فريق الوطني سياسي الجيري، مرحبا به. بون بور سو كي دو سيت رونكونتر، انا ريزيرفي 50000 بيي اريزون دو 500 دينار. عملية البيع انطلقت اليوم على 8:30، مستمرة حتى 8:07 تاع الليل. خصصنا 14 جيشي للبيع، باسكو بون انا احنا اون ابريفي باللي يكون عندنا جمهور قوي باش يشري، باه نيفيتيو لا بريسيون. الحمد لله راهم يجوا يشرو اليز، راهم يجرو كما يقولوا حنايا. ومستوى العملية مستمرة كما يقولوا، الغدوة ان شاء الله ثاني الى ما نباعش نزيدو نبيعو، ونهار الماتش. بور سو كي دوجور جي دي ماتش ان شاء الله كل الظروف متوفره. بون هي انا لي بيفات كاينين اون نومبر سيفيزون، انسي كو الما، انسي كو كاع لي كوموديتي سون ريوني.